أخبار اليوم. اسمي أحمد إيهاب المسيري، عندي 18 سنة، بلغ وأنا من سن 7 سنين. أخدت اللعبة بقى من جد من سنتين، فكنت بشترك بقى في بطولات جمهورية وبطولات ناشئين، واشتركت مرتين في بطولة عالم، وكسبت البلياردو عشان بابايا كان بطل الجمهورية، فكنت بروح مع النادي كده وبتفرج، فاللعبة عجبتني فانجذبت ليها. كنت في الأول بلعب ليبر، وبعد كده كبرت شوية لعبت تروبانت. هو صعب يعني، ستريس جامد جدا، ونفسنا احنا الاتنين نخش الدور اللي بعديه. يعني هو المدرب جوسيه ماريا لما جالنا ادانا تكنيك ماشي عليه كويس، فده ساعدني وفرق معايا جامد جدا. شايف دي ميزة الاتحاد عملها لنا كويسة جدا. فرقت معانا جامد جدا، وشايف ميزة حلوة جدا. يتعرض على التلفزيون، ينتشر في مجالات تانية، برنامج كده. شكرا.